أرسل عمر سرية يوما فقاتلت أعداء الله ثم عادت، فسألهم عمر: متى لقيتم العدو؟ قالوا: عند الصباح. قال: متى انتصرتم عليهم؟ قالوا: عند العصر. فبكى عمر وقال: إن لله وإنا إليه راجعون. ما كان الكفر ليصمد أمام الإيمان من طلوع الشمس إلى العصر لولا ذنوب فعلتموها بالخفاء. الكفر لا يصمد، ما كان الكفر ليصمد أمام الإيمان من الصبح إلى العصر، فكيف إذا انكسر أهل الإيمان أمام أهل الكفر أعواما وعقودا ثم قرونا؟ إذا أين عظمة الله في قلوبنا يا سادة؟ أين عظمة الله؟